ازيكم يا جماعة؟ النهاردة انا هعمل فيديو عن الارض. انا هقول لكم الماتيريالز الاول. بنسلز بس يكون بيتوزع، شاربنر، بلو بنسلز، هاتي الادوات هنا عشان تبان. هنا كل حاجة هنا. هيا لولو، دي الادوات. تمام، دي الأدوات اللي لولو هتستخدمها. أوكي، يلا بينا. بلو وجلو كمان. واو، أنا ما أي شكل هترسمي شكل دلوقتي؟ واو، هارت. تعملي الكالرز؟ يس. هتستخدمي لون ايه؟ الاول طيب تتلون حتى اللي انا عملتها. واو، دي برضه تتلون، هذا ضيع وقت. كلها تمام. نعمل واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا كمان كده. هستخدم دول كل الألوان دي. تستخدم الكالرز دي؟ تمام. ده اللون الريد. اوكي، يلا. ودلوقتي يا جماعة لولو بترسم لوحة جميلة وهتلون وهتلون بالألوان. ده اللون الكالر الريد. واو، شايفين يا ولاد؟ دي باللون دي لونا دي بالبينك، لونا اللون دوت ريد وده بينك، ودلوقتي احنا دوت باللون البربل. واو، لون بيربل. او يي، اوكي. لولو يا ولاد، كيدز يا فريندز، لازم تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان لولو ارتست رهيبة وفنانة موهوبة، هتوريكوا اسرارها في الارتس، ارتس كرافت. بتعمل لوحات باشكال جديدة وافكار جديدة. ده لون ايه يا لولو؟ بلو. ده لون بلو، بلو كالر. لو انتوا عايزين تزودوا لها اي حاجة تانية عادي، هي كده، هي دي كل الرسمة. اوكي، لازم تخلصوا دي تلونوها. اوه واو، انتوا كمان يا كيدز جربوا اعملوا اللوحة دي. ايه كمان يا لولو، خلاص اللوحة كده خلصت؟ طيب الى اللقاء يا حبايبنا ويا اصحابنا فريندز، ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك، ودي لوحة النهاردة، واستنونا في لوحات كتيرة جديدة جميلة مع لولو ارتس كرافت. وكمان لولو بتعمل فيديوهات تعليمية جميلة، بتعمل تيتشنج لاختها الصغيرة كيوي. تابعونا ودوسوا لايك. باي باي.